يبدأ المواطن صدق البرغوثي من قرية عبود قضاء رام الله نهاره يومياً بتفقد عداد المياه مسبق الدفع الذي فرضه المجلس القروي على جميع المواطنين. يحرص على شحنه بشكل دوري كي لا تنقطع المياه عن أسرته كما حدث مؤخراً أثناء الاستحمام. صعب والله صعب، هم يتحمموا قطعت المياه. سلبي للعدد الكبير من الناس اللي هم الفقراء، في ناس ما بتقدر تدفع، منين تجيب؟ يعني الفقير معناها بهذه الطريقة لازم يموت، يعني إذا ما فيش مي مش حياة، إذا ما في مي ما في حياة. لا يختلف المشهد كثيرا في منزل المواطنة نوال التي تحرص على عدم هدر أي قطرة، خصوصا في ظل ضيق الحال الاقتصادي الناتج عن تدني مستوى الرواتب وغلاء المعيشة. هم ركبوا غصب عنا، لأنه ركبوا لجميع البلد وما استشاروا حدا في إشي، يعني ما شفناهم بنكلوا في المواسير، غيروا إن كانت الساعات في البيوت، أطلعوهن برات البيوت على الشارع، وإحنا ما بنعرف شو بدهم يساووا. فجأة صاروا يركبوا في العدادات، راضي مش راضي، اللي يزعل وبدوا يكيموا يقولوا له إحنا بنهددهم بالشرطة، هددوا الناس بالشرطة. الناس هنا رواتبهم محدودة، فخلصت المصاري نص الشهر وخلصت المي، بتقدرش تروح تشحن للمي، فأنت بتصير تحشر على حالك عشان توفر جرعة المي لأولادك ولدارك. يعني الدار بدون مي ما بيعيش الإنسان، بلا مي. زريعة قطعنا الزريعة، بطلنا نسكي لأنه مكلفة، صارت المي علينا برضو، مثلا قطعت خلال الليل، فيش كهرباء، فيش شحن، فيش نت، فيش شحن. عند مشكلة هاد بتصير، يعني بدك تستنى تتيجي الكهرباء ويشحنونا، أو تيجي النت ويشحنونا. صدقي ونوال وغيرهم من مواطني القرية يرفضون فكرة دفع المال المسبق مقابل قطرة الماء وسلعنتها، باعتبارها من أبسط الحقوق التي يتمتع بها الإنسان والحيوان على حد سواء. لكن المجلس القروي كان له رأي آخر. عدم الالتزام بدفع فاتورة المياه شهريا وتركها بدون تسديد هو الذي يعطينا الحق في تنفيذ مثل هذا المشروع، مع مراعاة أن تبقى المياه متوفرة لكل مواطن. الحكومة الفلسطينية أقرت في 8 من شهر أكتوبر عام 2013 تركيب عدادات الدفع المسبق، الأمر الذي لاقى غضبا شعبيا عارما ومسيرات احتجاجية كما حدث في مدينة نابلس، الأمر الذي أدى لاستقالة أعضاء المجلس البلدي. أنا ما بقدر كمان يعني أفرض على الناس أني بحط لك عداد مسبق الدفع وأشد عليه بموضوع المي كثير، وبالنهاية أقول لك هذا أنا ما بقدر أمنع المي عن أي طفل أو أي بيت. يعني بالنهاية أنا وجهة نظري أنه لا، مش وقته. مفروض الماء يكون موجود بالمواسير لمدة 24 ساعة، يعني لما بنقطع المواطن بروح بده يشحن، يجي يحط الشحن ما يلاقيش مية، شو اللي استفاده هوني؟ بده يتم يستنى ليومين ثلاثة لا يجي دور المية، وهذه كمان يعني سلبية كبيرة. أنت بتكون بالبيت عم تشتغل عم تنظف، بس إذا قطعت المي وأنت ما كنت ماخذ حسابك هذا بيعمل مشكلة بالبيت. إنه يسهلوا على الناس، لأنه فعلاً الناس مش ناقصها وناس فيها اللي مكفيها، فسهلوا عليهم خففوا عليهم. وكانت قرية الجاروشية قضاء طول كرم من أوائل القرى التي فرض عليها العداد. توجهنا إلى القرية لمعرفة آراء المجتمع المحلي هناك. لو آخر لحظة بتروح على المجلس بيكون دي سكر، ما بيعبي لك مي يعني، ومرات بجوز الواحد ما يكلش معاه برضو، ما بيداينه الواحد، بجوز 100 ترجاي تيجي يعبوله ب20 شيكل. يعني بخص إذا إحنا موظفين وبدنا نقبض مثلا، ما بيعبوا للناس إنه يعني عبينا ب20 أو ب30 سواء كهرباء أو مي، ما برضو يعبونا. ووفقا للعديد من الباحثين والمختصين الفلسطينيين، فإن استخدام عدادات الدفع المسبق للمياه مخالف لقانون حقوق الإنسان الدولي وقانون المياه الفلسطيني.
وهو يعبر عن وحشية رأس المال الذي يضع الفقير بين فكيه، وبخاصة أن المياه أساس الحياة وحرمان الفقير منها لعدم امتلاكه المال يهدد حياته. مخالف لقانون حقوق الإنسان اللي بيعتبر المياه أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو الميثاق اللي وقعت عليه السلطة الفلسطينية وهو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مخالف للقانون المياه الفلسطيني، ومخالف لخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان الفلسطيني. هذه الركيزة الأولى قانونية. الركيزة الثانية فنية، بمعنى أن هناك بعض القرى سلطة المياه لا تتحكم في مصدر مياهها، ولذلك هي تبيعها خدمة غير مضمونة، بمعنى أنه أنت بدفع لك أنا خدمة مسبقا، ولكن أنت لا تضمن لي لا الزمان ولا المكان اللي بدها تأتي فيه الخدمة. هذا مشكلة. والمشكلة الثالثة أنه هذا الخيار غير صحيح، أنه يعني يدير المياه بشكل كفؤ ويجعل الناس أكثر دفعا لأثمان المياه. صحيح أنه الناس بتدفع أكثر لأنها مجبرة أن تدفع، الفقراء مجبورين أن يدفعوا والأغنياء مجبورين أن يدفعوا، ولكن المشكلة الرئيسية أنه حجم السرقات بزيد، وبالتالي من ناحية فنية إدارية غير صحيح أنه هذا أكثر جدوى وأكثر كفاءة. صاروا الناس يستعملوا الشح على أنفسهم في المية، وهذا اللي حكينا لوزارة الصحة أنه فاتورة العلاج راح تزداد، لأنه هذا راح يأثر على الصحة العامة. وإحنا شايفين حال الثروة الحيوانية في البلد أنه في تراجع في إنتاجيتها، فبالتالي أنت قاعد بتأثر على الثروة الحيوانية، بتأثر على الصحة العامة من خلال تدفيعك للمواطن مبالغ مسبقة وهي أصلا مش موجودة. تم تركيب هالعدادات أولا في مجلس خدمات قرى غرب جنين حوالي 5000 عداد، طبعا في بلديات يعبد وبعض المجالس الصغيرة، وتم تركيب هالعداد في يعني في مجلس خدمات المشترك لمنطقة عقربي، كان بتمويل من KFW طبعا تمشروع لسلطة المياه. طبعا في إضافة إلى بعض البلديات الكرة كم تركيبها من خلال مشاريع من خلال الحكم المحلي، هو رفع طبعا رفع التحصيل، زيادة التحصيل، نسبة التحصيل متدني جدا لا تغطي مصاريف وتكلفة التشغيل لهذه المجالس، وبالتالي من أجل رفع التحصيل. وفي بعض المناطق اللي يوجد فيها المياه الكميات قليلة هي عادة توزيع بين الفئات، وبالتالي بتم ضبط المياه وعدم سرقتها وهدرها من الذين لا يدفعون. أمن المواطن المائي في خطر كبير في حال فرض العدادات على المواطنين في فلسطين، الأمر الذي دفع عددا من المؤسسات والباحثين لإجراء عدد من الدراسات العلمية والتي كشفت فشل تطبيق العدادات في عدد من الدول الأوروبية والإفريقية. التجربة فشلت على المستوى العالمي، نتاج أنه أصلاً مواثيق الأمم المتحدة تكفل لكل المواطنين والإنسان الحصول على الموارد الأساسية، مي وكهرباء وتعليم وخلافه، بشكل أساسي مكفول من الدولة، وبالتالي ما في أي سند قانوني أو حقوقي يدعم هذا العملية. باقي الدول حتى المحيطة فينا في المنطقة ما في عدد دفع مسبق لقطاع المياه. واضح أنه عندنا سياسة تتجه نحو جيب المواطن، حلول كل مشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حساب المواطن، مش على حساب انه مقارعة الاحتلال في تحصيل مواردنا وحقوقنا المائية وخلافه. وكمان عندنا سياسات تنحو للخصخصة باتجاه اعطاء قطاعات ربحية للشركات والمجالس على حساب المواطن. ووفقاً للدراسات العالمية فإنه بحلول عام 2030 سيعاني قرابة 4 مليارات إنسان في العالم من شح المياه، ويبدو أن المواطن الفلسطيني الفقير سيظمأ قبل ذلك بكثير بفعل سرقة مياهه من قبل الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وعدم قدرته على دفع ثمن المياه من جهة أخرى، لتطبق سلعنة المياه فكيها على أعناق الفقراء والمهمشين برعاية رسمية من وزارتنا الفلسطينية.